بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا احنا النهاردة بنقابة المحامين والجمعية العمومية لمحامين مصر وكل المجالس النقابية لمحامين مصر بترحب بيكم النهاردة، لأن ده يوم تاريخي. خلي بالك ده يوم تاريخي، لأن وخاصة إن حلف اليمين شرط أساسي من القبول في نقابة المحامين. هتلاقي في القانون المحاماة هتلاقي شرط أساسي من شروط القبول حلف اليمين. يعني اللي ما يحلفش يمين ما ياخدش ترنيم، اللي ما يحلفش يمين يبقى قبوله باطل. يعني ده شرط أساسي من شروط القبول في نقابة محامين مصر، هو حلف اليمين أو القسم اللي احنا بنحلفه دلوقتي. فالموضوع موضوع مهم جدا للي هيمارس المحاماة، لأن المحاماة دي رسالة، ومن أعظم الرسالات في العالم كله هي رسالة المحاماة. ومهنة المحاماة دي اللي احنا بنمتهنها دي، إنما رسالة المحاماة دي رسالة مهمة جدا ومن أعظم الرسالات اللي في مصر. ومهنة المحاماة من أعظم المهن اللي موجودة في العالم كله، وخاصة محاماة نقابة محامين أو المحاماة في مصر. طبعا العالم كله فيه محامين، ولكن إحنا كمصر إحنا علمنا دول كتير قوي المحاماة. إحنا علمنا دول كتير قوي المحاماة، وعلمنا دول كتير قوي الأرض من عندنا. علمنا دول من دول العربية كلها وغيرها، احنا علمناهم المحاماة ازاي يمارسوا المحاماة، ايه هي المحاماة. وموجود لغاية دلوقتي، موجود لغاية دلوقتي محامين من عندنا بتروح تفتح مكاتب هناك في الدول اللي هم محتاجينها، وفي مستشارين بيروحوا إعارة للدول المتجاورة والدول في بالنسبة للقضاء والنيابة والكلام ده كله. فعشان تعرف قيمة المحاماة، تعرف قيمة القانون، مين اللي بيدرس القانون، من العلماء في القانون هم المصريين. ولذلك بنقول المحاماة هي دي اللي احنا بنقول المحامي. يعني ايه المحامي؟ يعني ايه القاضي؟ يعني ايه وكيل نيابه؟ ده ايه؟ طب ما هو ده معاه نفس الشهاده، ده هو لسانس حقوق، واحنا معانا لسانس حقوق. لكن القضاء معروف، النيابه معروف، المحاماه معروف، المحامي هو القاضي الواقف كده. القاضي الواقف على الطبيعة كده، القاضي الواقف هو المحامي. المحكمة بتبقى قاعدة على المنصة، النيابة على المنصة، كل المحكمة وتشكيل المحكمة على المنصة. الوحيد اللي واقف تبقى للقانون يقول لك القاضي الواقف، المحامي الدفاع، القاضي الواقف. ولذلك هو عماد الدعوة، وهو اللي بيبدأ الدعوة وينهيها. خلي بالك ده مش كلام، ده واقع مهم جدا. والقانون اداله دي، القانون اداله دي لأن هو اللي بإيده
تغيير القيد والوصف في الدعوة، والمحكمة تفوت بيه، وهو اللي في ايده برضه بيغير، بيغير ازاي الواقعة دي تبقى بتكييف غير التكييف اللي حالتها بيه النيابة العامة. هو الدفاع، هو الدفاع. ولما نيجي نقول مين اللي بيبدأ؟ المحامي. ولذلك تلاقي المحامي عصب الدعوة هو المحامي، القانون هو المحامي، الوقائع هو المحامي، الأدلة هو المحامي، العرض هو المحامي، اللي بينقل واقع حي للمحكمة والمحكمة تتعايش الواقع ده وكأنها موجودة على مسرح الواقعة أيا كانت الواقعة، المحامي. ولا المحامي مش بيقرا من ورق، ما انا اهو ما اقراش من ورق، المحامي ما بيقراش من ورق، المحامي بيترافع شفوي، المحامي بيترافع شفوي. المحكمة كتابة، أدلة النيابة مقدماها، كل ده بتبقى أدلة مكتوبة أيا كانت الواقعة أو ظروفها أو ملابساتها، بتبقى الواقعة دي متحققة من الجهة المسؤولة وبتحلها للمحكمة المختصة. ده كله، ده كله مكتوب. لكن مين بقى، مين بقى اللي بيعيش دي مكتوبة وشفوي؟ مين اللي بيعرض على المحكمة الواقعة بتفاصيلها بحقائقها بموضوعها؟ هو المحامي، هو اللي بيعمل كده. فعلشان كده بنقول ده عظمة المحامي، ده فكر المحامي هو ده. فعلشان احنا بنقول النهارده واحد في يمين، ده تاريخ، ده انت داخل من اوسع الابواب. يعني انت النهارده بعد ما بتخرج وتحلف اليمين انت شخصيه تانية خالص خالص. بعد ما تحلف اليمين بنقول لك يا استاذ القانون، خلوه مش احنا اللي بنقول القانون، بعد حضرتك ما بتحلف اليمين بقول لك يا استاذ خلاص، مش منا ولا حاجه، لا هو القانون قال كده. بعد ما تحلف اليمين انت استاذ محامي. طب يعني استاذ محامي يعني ايه؟ لا ده في حاجات كتير جدا عشان نبقى اللي احنا بنقوله ده. اولا لازم السلوك بتاعك يبقى الاخلاق، الادب، الاحترام، العلم، ده كله الانضباط ده مهم جدا، والاخلاق دي مهم جدا. اخلاق الانسان بدون اخلاق مش ادمي، مش ادمي. انما الاخلاق يعني والاحترام هو الاخلاق. الاخلاق دي ايه؟ الاخلاق دي احنا بنتولد بيها، بنتعلم، بنعيشها في اسرتنا، بنتعلمها من اول ما نبقى نقدر نتكلم. بتتعلم كل حاجة، تعلم الأدب، تعلم الأخلاق، لأن الأخلاق دي، هي الأخلاق دي هي الحياة، هي سر النجاح. حياة البني آدم كله اللي ربنا خلقه الأخلاق، وخاصة بقى إحنا المحامين الأخلاق بالنسبة لنا هي حياتنا، هي كل حاجة، هي النجاح بتاعنا، هي النجاح بتاعنا. الاخلاق الاول، لان انت بتتعلمها قبل ما تيجي النقابه، انت بتتعلمها قبل ما تيجي المدرسه، انت بتتعلمها قبل ما تحتك بالمجتمع، اساس انت مولود فيها ده الاخلاق. وعلشان كده ليه؟ لان العلم انت بيجي معاد معين بتتعلمه، بتروح المدرسه، تبدا من الابتدائي من الاعدادي الثانوي لغايه ما توصل هنا، ده العلم. إيه العلم بقى ولا الأخلاق؟ ها؟ ها؟
الأخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، والمال إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. شايف العلم؟ إني لتطرمني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وطلا، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. شايف؟ هذا العلم وده الأخلاق. فعلشان كده احنا بنوصي بالاخلاق. العلم اتعلمناه في مكانه وفي مدارسه وفي معاهده اتعلمناه، فعلشان كده لازم نتمسك بالاخلاق لانها سر النجاح، ونجاحك في العلم ونجاحك في الحياه انت. فعلشان كده احنا بنقول لازم انت، انا عايز العدد ده كله يمارس المحاماه. عايز العدد ده كله، وانا متاكد من كده هيحصل، يعني لان احنا لنا برضو ايه في خبرتنا، لنا وجهه نظر في اللي موجود، ولنا وجهه نظر في اللي هيمارس المحاماه، ولنا وجهه نظر في اللي بيعشق المحاماه، ولنا وجهه نظر اللي بدا المحاماه من ساعه ما دخل المدرسه ابتدائي وهو عايز يبقى محامي. هي دي المحاماه، لان المحاماه بتختلف عن اي وظيفه تانية. احنا مش موظفين، احنا اصحاب رساله. عارف يعني اصحاب رساله يعني ايه؟ بنعلم احنا بالذات كمحامين. وعلشان كده نقول ايه، المحامي متفرد دون غيره في المجتمع. لان هو بيعمل اللي ما بيعملوش حد في المجتمع حسب رسالته كده يعني. ولذلك بيقول المحامي ده شخصية عامة متفرد ومنفرد، ده المحامي. وعلشان كده عايز بس قبل ما ننهي عشان نحلف اليمين، موضوع الفاتورة الإلكترونية. طبعا الآن كلنا مش كده؟ الآن الحمد لله الموضوع ده خلص، وإن شاء الله في خلال اليومين اللي جايين دول النقيب الأستاذ عبد الحليم علام هيبث بث مباشر بالقرار اللي هيصدر، والوزير خلص الموضوع خلص يعني. فعشان كده أنا بقول لكم الكلام ده، لأني الأسبوع اللي فات كان ضغط شغل مع الوزير ومع رئيس المأمورية والنقيب يعني ايه لسه لغاية البارح بالليل والله. فأنا بنقول لكم إن شاء الله ألف مبروك بإذن الله. وكان الفترة اللي فاتت دي كان فيها يعني ايه، لكن الحمد لله الموضوع. وخلي بالكم بس الموضوع ده يهمنا كلنا، يهمنا قبليكم. ما احنا هو القانون مش هيطبق علينا، ما هيطبق عليه، لكن الحمد لله هو ده الموضوع ده. الخبر ده جالنا امبارح، وفي خلال يومين ثلاثه هتشوفوا القرار بتاع وزير الماليه والقرار بتاع النقابه. وانا عايز اقول ان النقابه فعلا ومجلس النقابه والنقيب عمل مجهود جاد جدا، وكان الكلام واللقاءات كانت ليل ونهار، والحمد لله احنا توفقنا بما يرضينا احنا كمحامين. واللقاء كان طيب، والنقيب عبد الحليم علام كان بصراحه لغايه اخر حاجه امبارح بالليل يعني. فالف مبروك
وان شاء الله دي حاجه كويسه جدا. والحزن الطالع بالنسبه لكم انتوا اول ناس النهارده جايين على الايه؟ على الخبر ده. فاحنا هنبدا حلف اليمين. وحلف اليمين طبعا اعتقد ان هو مش محتاج احنا نقول ايه، مش محتاج انك تقرا من ورق، لان القسم ده قسم بيعتبر من جواك، انتماءك لوطنك، انتماءك لنقابتك، انتماءك لنفسك. الموضوع موضوع مش ايه، مش كلام بس، كل كلمه في القسم لها مدلولها، كل كلمه. اوعى تفكر انك احنا بنقرا، لا مفيش كده. القسم تحديدا تحديدا كل كلمه فيه بتبقى دي حياتك في ممارسه مهنه رساله المحاماه، كل كلمه. ليه كمان؟ لان خلي بالك انت ما حدش رقيب عليك غير ربنا سبحانه وتعالى وضميرك بس، هو ده اللي رقيب عليك، ربنا سبحانه وتعالى وضميرك. فعلشان كده المحامي هيتحاسب حساب عسير، حساب عسير. نقول اللي نحى القسم جانبا، اللي التزم بالقسم ده عند ربنا ما شاء الله، عند ربنا، لان عملك فعلا ربنا بيبقى، لان هو ربنا اللي مطلع عليه. وعلشان كده بنقول احنا هنتحاسب حساب عسير، وفي المقابل هنتحاسب حساب ربنا سبحانه وتعالى هيبقى راضي عنا، لان احنا عملنا بما يرضي الله. وخلي بالك المهنه والرساله بتاعتنا دي محدش رقيب عليك، انت رقيب نفسك. انت ممكن تقول اي، انت بتاخد اتعاب، احنا مش بناخد مرتب، ده بناخد اتعاب، اتعاب انت بتحددها او انت بتحددين، واتعاب يعني معروفه كويسه. فعلشان كده احنا لازم نراعي ربنا كويس قوي في اللي احنا بنأديه، واللي احنا بناخد عنه مقابل الاتعاب اللي هي القانون قال بالنسبه لنا. ف هنبدا حلف اليمين، وبعدين معانا الاستاذ يحيى هنسمع منه كلمتين، وكيل النقابه هو كان جاي بس كان تقريبا استدعوه في النقابه شويه يعني، لكن انا كلمته جه على طول. الاستاذ يحيى كان جاي طبعا معانا حلف اليمين على طول. استاذ يحيى وكيل اول النقابه العامه للمحامين، واخ فاضل يعني، وعالم وراجل يعني ايه، ما حياته مركزه للمحامين، حياته مركزه للمحامين. فعلشان كده احنا بنقول يعني ايه، عندنا النهارده يوم تاريخ ان احنا حضورنا والخبر الجديد بتاعكم، واللي احنا لقيناه النهارده وهيبقى حاجه كويسه، الدفعه دي كلها ان شاء الله هتبقى دفعه محامين ان شاء الله باذن الله. واحنا احنا المعهد جاي بقى، المعهد جاي، احنا مع بعض في المعهد. خلي بالكم احنا خرجنا دلوقتي دفعه، الدفعه الخامسه، وعملنا الشهادات عملناها، ووزعنا الشهادات، وكانت شفتوها طبعا، كانت حاجه كويسه جدا. وعقوبتكم ان شاء الله، اللي طبعا اللي هيعدي كده هيبقى، اللي هيعدي كده هيبقى كده احنا شعبيين. اتفضل يا شيخ. نقابة المحامين وهو امينا عاما منذ دورات سابقه، ومهتم بشؤون معهد المحاماه اهتماما كبيرا، وبحلف اليمين ايضا. وانا انتهز الفرصه اليوم لاقول لكم اهلا ومرحبا بكم في نقابه المحامين، وان المحاماه رساله. يقول رب العزه في كتابه الكريم: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشك في امري. تلك كانت دعوه سيدنا موسى الى رب العزه ان يشرك اخاه هارون معه في الرساله، لانه كان افصح منه لسانا. فالمحاماه رساله، وانا بعتبرها رساله انبياء،
وهذه الرسالة لابد وأن نتمسك بها جميعا. وبعد حلف اليمين اليوم أصبحتم من عداد المحامين داخل الجمعية العمومية لمحامين مصر كلها، وهذه المهنة حقيقة مهنة العظماء في كل دول العالم التي زرناها. المحامي هو أعظم رجل في دولته، يتقاضى أجره في كل الدول الأوروبية بالساعة. أما نحن هنا في مصر فلا تعب تقدر حسب ظروف كل حالة، وقد يكون لديك حالة تحصل على توكيل فيها ولا تتقاضى أجرا، لأنها فعلا مهنة العظماء. وفي هذا اليوم العظيم الذي أروع ما تكون فيه الأيام سموا وإخلاصا أن نلتقي بكم اليوم بعد أن أديتم اليمين القانونية، وبالتالي فإنني متمسك بأن المحاماة رسالة، وأن المهنة تتطلب منكم بعد هذا الحلف أن تتدربوا عند محامين مشهود لهم بالكفاءة والأمانة، لأن الكفاءة والأمانة هي سلاح المحامي. إن لم تكن أميناً فلن تكون محامياً، وإن لم تكن كفؤاً فلن تكون محامياً، وعليك أن تتسلح بسلاح العلم والمعارف، ليس في القانون فقط، عليك أن يكون لديك تاريخ هذا الوطن كله وتاريخ مصر الحديثة والقديمة، وعليك أن تكون فعلاً من المحامين العظماء الذين يشهد لهم بالبنان. أخواتي الأعزاء، أنا سعيد أننا حضرت اليوم لألتقي بهذه الوجوه المحترمة وهؤلاء المحامون والمحاميات، وقد يكون منكم في الأيام القادمة أو السنين القادمة إن شاء الله من هو نقيبا للمحامين أو نقيبة للمحامين، وبالتالي فأنا أنصحكم أن تتدربوا عند محامين مشهود لهم، وأكرر بالكفاءة والأمانة، لأنكم كما تسمعون أن هناك محامون في مجال العمل القانوني ليس لديهم كفاءة ولا أمانة، وبالتالي بيزرع فيك أمور غير صحيحة. علينا أن نتسلح بالعلم، وعلينا أن نكون مخلصين في أعمالنا. ونقابة المحامين منذ نشأتها 1912 وقد مر عليها نقباء عظام أمثال سعد زغلول ومصطفى كامل وبقية هؤلاء العظام الذين حفروا بأحرف من نور في نقابة المحامين، وستظل نقابة المحامين بكم مرفوعة الرأس وضاءة الصفحة. تسلحوا بالعلم والعلوم والمعارف، عاشت محامين مصر للوطن وعشتم للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتفضل بقى نحلف. اتفضلوا. قصر بقى. طبعا القسم ما فيش فيه كلام ولا همس ولا اي حاجة خالص، لان ده قسم يعني احنا بنبدأ حياتنا بيه ونهيها بيه. طبعا هنقول القسم وانتوا هترددوا ورانا القسم. اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والامانه والاستقلال، وان احافظ على سر مهنه المحاماه وتقاليدها، وان احترم الدستور والقانون،